جزاكم الله خيرا. تلقين الميت يقول يفعله بعض الناس، ما الحكم الشرعي فيه؟ مأجورين؟ تلقين الميت قبل الموت وفي الاحتضار سنة، يعني يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما بعد الوفاة وخروج روحه تلقينه بدعة، لا دليل على ذلك. نعم.